ليه هالناس يكرهون عطر معين رغم أنه جميل؟ وليش يحبون عطر معين يحبون ويشترون ويدفعون عليه فلوس رغم أنه عطر سيء؟ في أسباب كثيرة، خلي أشرح لكم أغلب الأسباب هذه. السبب الأول أنهم يعشقون العطر هذا. أي نعم، أنت تقول يا عايد، أنت تقول أنهم كرهوه. أي كرهوه من عشقهم له. خبر يقول لك ومن الحب ما قتل، ما له دخل هذه. الحب الواحد للعطر نفسه يكثر بخ ويحط بخ ويخلص العلبة خلال أسبوعين. ليه؟ بزعم أنه كذا من مبسوط ومرتاح ويحب الريح ويحب يشمه بكل وقت، بالدوام، بوقت الصلاة، بوقت الروح، بوقت الجية، بوقت النوم. فكذا العطر من كثر ما يشمه يكرهه، خلاص يمله. فتجد أول ما تخلص العلبة خلاص يبدأ ما يشتريه، بعدين على شوي شوي، بعدين يتجنبه، بعدين يكرهه، بعدين خلاص ما يطيقه. بعدين يتغير موده العطري. في حاجة اسمها المود العطري أو المزاج العطري. يتغير مود العطري من الجهة هذه أو من الخط هذا لخط ثاني. إذا كان الخط هذا، خلينا نقولك خط مثلا ورود وزهور وفانيليا، أشياء سويتية، ينتقل لعطور فريش اللي هي العطور الرجالية البحتة، أو ينتقل لعطور العود، أو ينتقل شيء ثاني. ليش؟ لأنه كره من حبه العطر هذا، كره الجهة هذه كلها. فهمتوا؟ هذا هو السبب الأول يا جماعة الخير. السبب الثاني أن الرجال هذا طال عمركم حصل له موقف، يعني خلنا نقول لك مثلا أنت كنت يعني متعطر بالعطر اللي تحبه، ماشي بطريقك، لا سمح الله شفت حادث قدامك صار، أو مشكلة، أو شيء فظيع، أو جتك مكالمة عن خبر سيء. فصرت وانت تسمع المكالمة هذه، وانت تفكر بالمشكلة، وانت تشوف الحادث اللي قدامك، تشم وتنفس الريحة هذه، العطر اللي انت تحبه. فطبيعي يا جماعة الخير ردة فعلك راح تكون سلبية جدا. تجد بعدين راح تكره العطر هذا مجرد ما تحطه بوقت ثاني. ليش؟ لأنه يسوي ارتباط شرطي ويرجعك للحظة هذه اللي انت عشت به، أو سمعت به خبر سيء، أو شفت قدامك حادث. فطبيعي يصير ارتباط شرطي. والعكس يا جماعة الخير صحيح، أحيانا تحب عطر معين بسبة لحظة حلوة. يعني على سبيل المثال، كل من منكم ما يحب عطر زواجه؟ كلنا. من اللي منكم طال عمركم مثلا ما يحب، خلينا نقول لك عطر، وش في لحظات حلوة؟ احنا حياتنا ما في أشياء حلوة كثيرة. دقيقة أفكر، هل تذكر العطر اللي استخدمته يوم تخرجت من الجامعة؟ إذا تذكره فإنك تحبه إلى اليوم. ليش؟ لأنه يعطيك ارتباط شرطي سعيد، يرجعك للحظة هذيك. فممكن بعضكم يقول أنت تفلسف واجد عايد، ممكن يقول ما أدري والله أنا ما يهمني، بس أهم شيء وصلت المعلومة لكم صح. ولا تنسون سواء جالسك في المقطع أو لا، صلوا على النبي وأعطونا لايك، واللي ما اشترك وكم انت حلو زيكم. والله صل وسلم على محمد. السلام عليكم.